بقى نبتدي الفقرة الخدمية، والبداية دائما بحالة الطقس. بيان هيئة الأرصاد الجوية النهاردة بيقول إن اليوم هيبقى فيه طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الحمد لله شايفين لغاية دلوقتي معتدل، ما فيش ارتفاعات في درجات الحرارة. كمان بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم هيشهد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الانخفاض ده بيتراوح ما بين من 4 لـ3 درجات إن شاء الله، وبيصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة. بدأنا في أجواء الخريف والشتاء إلى حد ما، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، ضعيفة على القاهرة الكبرى. خلينا نتابع تفاصيل أكتر والبيان التفصيلي لدرجات الحرارة سواء كان الدرجات العظمى أو الصغرى من كل محافظات مصر. البداية تكون دائما من القاهرة. القاهرة 31-23 هي والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر نفس درجات الحرارة. طبعا واضح جدا الانخفاض في درجات الحرارة، يعني 4 درجات الحقيقة. القاهرة كانت الأسبوع اللي فات كل المعدلات بتاعتها بنتكلم في 35، النهاردة 31 العظمى، الصغرى 23. الإسكندرية والعلمين الجديدة 29-22، جمال وعظمة درجات الحرارة الحقيقة. السلوم 28-20، دمياط وبورسعيد 30-24، الإسماعيلية والسويس 33-23. بنظهر سريعا لشرم الشيخ، دايما بيبقى فيه ارتفاعات في درجات الحرارة، لكن برضو شايفين في انخفاضات في درجات الحرارة العظمى عن معدلات الأسبوع الماضي. يعني شرم الشيخ النهاردة 38 العظمى، الصغرى 28 هي والغردقة، طبعا درجة حرارة أفضل كثيرا من الأسبوع اللي فات. العريش 31-24، طابة 30-24، سان كاترين 29-15، الفيوم 33-23 هي وبني سويف والمنيا، برضو نفس متوسطات درجات الحرارة. الصعيد لغاية دلوقتي درجات حرارة عظيمة، بتبتدي شوية ارتفاعات بنلحظها في أسيوط في العظمى 35-22، لكن بالتأكيد برضو درجة حرارة مميزة بالنسبة لمدن الصعيد. نستمر مع الصعيد والأقصر وأسوان. الأقصر 43-27، لسه الأقصر بتحتفظ بدرجات الحرارة العظمى هي وأسوان 43-29، درجات حرارة مرتفعة. شلاتين 39-27، أخيرا الوادي الجديد 40-27، لسه الأقصر وأسوان والوادي الجديد بيحتفظوا بدرجات حرارة عالية، وبالتأكيد هما اللي بيسجلوا أعلى درجات حرارة العظمى 43. نروح سريعا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، نتعرف على المزيد من التفاصيل. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك استاذه اسماء، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. البدايه لطيفه جدا، درجات الحراره النهارده واضح جدا في انخفاضات في درجات الحراره، فتقول لنا الانخفاضات دي ما بين كام درجه، مستمره معانا لغايه امتى؟ اتفضلي. بالفعل يمكن من اليوم هتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ ان شاء الله، وتكون الاجواء خريفيه بامتياز في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الشماليه. الانخفاض ده بمعدل من 3 لـ5 درجات باختلاف المحافظه من محافظه للثانيه، وده بسبب ان احنا بنتاثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. أيوة. هو اللي عامل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي احنا شفناها من امس ومكمله معانا اليوم، اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس فهتساعد على انخفاض في درجات الحراره. الطقس فتره النهار هيكون طقس مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على السواحل الشماليه، لان درجات الحراره كمان على المحافظات المطله على البحر المتوسط توصل ل 28-29 درجه مئويه، ده فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره. تبقى المناطق الجنوبيه الموجوده في اقصى جنوب البلاد او يعني في الجنوب الصعيد وجنوب سيناء اجواءها شديده الحراره فتره النهار، لكن ان شاء الله خلال الايام المقبله هيبدا تدريجيا درجات الحراره تنخفض على المناطق الجنوبيه كمان. طب بالنسبه للامطار بقى، يعني احنا يمكن شفنا درجات الحراره، لكن عايزين نتعرف على الامطار، ايه الاماكن السقوط؟ هل تبقى شديده ما بين متوسطه امطار خفيفه؟ فين اماكن سقوط الامطار؟ بالفعل مع وجود طبعا المنخفض الجوي والسحب المنخفضه والمتوسطه هيكون في فرص لسقوط الامطار، لكن هي كلها فرص ضعيفه لامطار خفيفه على معظم محافظات الجمهوريه، يعني السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى ممكن نلاقي فيها امطار خفيفه في بعض المناطق المتفرقه، مدن القناه، شمال الصعيد، وكمان في اقصى جنوب البلاد، يعني اغلب مناطق الجمهوريه فيها امطار خفيفه لكن غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه او الاعمال الدراسيه. ممكن كمان نلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا،
هتساعد على الاحساس بالاجواء الخريفيه فقط. نشاط رياح هو نشاط نسبي للرياح، مش ملموس في كل المحافظات، لكن بيقلل احساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو، فبيقلل كمان احساسي بانخفاض درجات الحراره واحس بقيم درجات حراره منخفضه. طب بدل في امطار يبقى ما فيش شبوره؟ في شبوره مائيه خفيفه، يعني مش زي الايام الماضيه. الايام الماضيه كانت شبوره مائيه كثيفه بشكل كبير. الشبوره المائيه موجوده على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه وسرعان ما تتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. وده المتوقع على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله، لان احنا الاسبوع اللي فات كان في مرتفع جوي حابس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، ده ساعد على وجود الشبوره المائيه الكثيفه. فترات الليل كمان هنبدا نلاحظ فيها انخفاض ملموس وملحوظ في قيم درجات الحراره خلال الايام المقبله. الصغرى فتره الليل هتنخفض 22 21 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فهنبدا نحس مع يعني منتصف الاسبوع او نهايه هذا الاسبوع ببعض البروده في فترات الليل. فمهم جدا احنا في فتره الخريف نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، القياده تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر، وبقدر الامكان نبدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس لما نبدا نحس بالبروده فترات الليل متاخر او الصباح الباكر. شكرا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.